اسعد الله مساكم اسمعكم زين تبعوا اكتب بتيو برابي نديم الثقليل الالفبي العلثبين بهذا الفيديو الجلثمي الزبده في فيديونا لهذا اليوم. حبينا نجيب شيء مره حلو مره غريب في نفس الوقت مره شاطر. الفيديو هذا مره متحمس لمره متحمس اشوف الاشياء اللي فيه. مثل ما تعرفوا جوجل ايرث جوجل مابس شركه جوجل سوت اشياء مره خرافيه اقمار صناعيه سيارات تدور في كل مكان في العالم عشان توريك المناطق بطبيعتها وبحالاتها ومثل ما هي تحسسك بانك رايح المنطقه هذه وانت قاعد خلف شاشة كمبيوترك الخرافي اللي كارت شاشة 3090 وقدرت تلقاه بسهولة وهذا حلم ولا حد يصدقني لان هذا الشيء ما صار. الزبدة في فيديونا لهذا اليوم حبينا ندخل نحط coordinates او احداثيات راح اكتب لكم احداثيات هنا لاغرب 10 مواقع شفتها مجرد تكتب احداثياتها في جوجل ايرث تروح الاحداثيات هذه تشوف المواقع هذه بتقول اوكي هل هذا المكان صدق او لا. خلونا نروح ونشوف هل هذا المكان صدق او لا. في المركز العاشر عندنا البرطم. لما تحط الاحداثيات هذه في جوجل ايرث وتضغط على جو راح يوديك الى برطم موجود في نص الصحراء في دولة السودان. خلونا نروح ونشوف and let's absolutely go في نص القارة الأم and شيل واحد برطم ما هو في نص الصحراء ولكن كذا صاير في منطقة استوائية وهو ما شاء الله يعني برطم يعني ما شاء الله واو أوكي خصوصا لما تجي من هنا تشوفها سيريسلي برطم في نص فيلج أساسا اسم المكان لاندلوك ليبس اسمه البرطم أو الشفاه فيا أوكي مكان يعتبر حلو ودك تروحه بس كونه موجود من الأعلى أو صورته من الأعلى هي اللي راح تبين جمال المكان هي اللي راح تبين روعة المكان لأنك لو كنت موجود فيه راح تشوف جبل عادي جدا ومكان عادي جدا فيستاهل يكون المركز العاشر. خلنا نروح المركز التاسع. في المركز التاسع عندنا لهذا اليوم وجه القرد. لما تحط الإحداثيات هذه في جوجل ايرث راح يوديك إلى مكان في روسيا حرفيا كأنه وجه قرد. أنا ما شفته فخلونا نشوفه ونشوف هل هو يا من جد وجه قرد أو لا. أصحابنا من أفريقيا اطلع فينا شرق بس انزل فينا بقى and oh my god seriously وجه قرد oh my god اوكي المكان ما هو مسمى باي شيء بس واو لايك كابتن بلاحظ صوره المكان وصوره وجه قرد خلي الناس تشوف كميه التشابه اند او ماي جاد المكان مره حلو ما عندي اي خلفيه شنو هذا المكان لما تزوم الصوره ما هي معالجه بشكل كويس واضح بان هذا المكان في روسيا مثل ما تشوفوا يعني كبرنا كثير ولكن واضح بان المنطقه هذه في روسيا منطقه ابدا ما هي مؤهلة للعيش أو ما هي مأهولة بالسكان أساساً ولكن هذا أتوقع بأن الشيء محفور في الأرض ما أدري هو من صنع يعني هل هو من يعني موجود من في الطبيعة أو خليني أقول موجود طبيعي ولا من صنع الإنسان ما عندي أي خلفية ولكن زي ما تشوفوا لما تجي هنا راح تشوف شطبين راح تجي هنا راح تشوف أيضاً ولكن هذه يا سيريسلي وجه قرد واو يا مرة غريبة ومرة حلوة. خلينا نروح المركز الثامن عندنا لهذا اليوم. في المركز الثامن عندنا لهذا اليوم عندنا مجمع السفينة. هذا المجمع وما اسمه مجمع السفينة هو مجمع تحط الاحداثيات هذه في جوجل ايرث راح يوديك الى مكان على شكل سفينة حرفيا فخلونا نروح ونشوف take us to Hong Kong and سحابنا انزل جنوب ايوه بس في الصين هونغ كونغ حلو and oh my god بعيد اوكي 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 خلينا نشوف السفينه اول طبعا الصوره معالجه تماما بشكل حلو وهذا مول ولكن حرفيا تحس بانه سيريسلي كان مثلا يخت لملياردير وباعه فاشتروه وسووه مول ولكن المكان مره رايق ولكن بعيدا عن هذا المكان نفسه او المجمع نفسه سيريسلي المكان مو بس مره فخم حرفيا واحد من افخم الاماكن اللي شفتها في حياتي مسابح فوق السطح ملعب جولف فوق السطح ملاعب سله ملاعب تنس ملاعب كميه ملاعب السله ما هي طبيعيه اللي قاعد اشوفها سيريسلي او ماي جاد يعني شوف هذه العماره او هذا المجمع السكني في 6 ملاعب تنس فوقه واو اوكي سيريسلي مكان مره خرافي مسابح على كيف يا رجل هذا في مسابح اكثر من الصين مكان اللي سووا
بولومبيات بكين 2008. واو يا كم او ماي جاد، حرفيا المنطقه مره فخمه مره حلوه. سيريسلي اذا فتحوا السفر للصين، انا واحد من الناس اللي لازم ازور هونغ كونغ. ما ادري هونغ كونغ تابع على الصين ولا لا، ولكن تعرف للصين مسافه تايوان يزعلوا بعدين، عاد انزل لك انا بعدين اعتذار زي جون سينا بالصيني. نو واي. بس سيريسلي هونغ كونغ is absolutely magnificent. المنطقة ما هي طبيعية. واو من جد واو، يعني خصوصا هذه المباني باين بلوكسات وكلها جنب بعض. واو like okay yeah. بس هذا المكان كغرابته انه موجود في جوجل ايرث، اللي هو السفينة اللي سحبنا عليها اساسا، يعتبر مرة حلو. وهذا هذا تقريبا واحد من الاماكن القليلة اللي سواء شفتها من فوق او رحت المكان نفسه. مثلا خلينا نجي بالشارع، طيب خلينا ننزل الشارع، ما قادر، بس انه فاهميني انتوا انه في الشارع نفسه راح تشوفه المكان مره حلو، استحق المركز الثامن. خلينا نروح المركز السابع. المركز السابع بعنوان جزيره في بحيره في جزيره في بحيره، وهذا المكان موجود في شمال كندا، اي في منطقه غير مؤهله للعيش وغير مأهوله اساسا. فخلونا نشوف كيف المكان، لانه بصراحه احسه بيكون نايس يعني. فسحبنا من الصين ودينا على شمال الكرة الأرضية. أوكي طيب أوكي أو أي أوكي دقيقة أوكي. هذه زي ما تشوفوا بحيرة، طيب هذه البحيرة فيها جزيرة، هذه الجزيرة فيها بحيرة، وهذه البحيرة اللي داخل الجزيرة اللي داخل البحيرة أيضا فيها جزيرة. فحرفيا هذا المكان هو عبارة عن جزيرة داخل بحيرة داخل جزيرة داخل بحيرة. نايس مرة. بس واضح المكان بما أنه في الشمال، أنا ما أدري شلون مو مثلج أساسا. حرفيا أنت في القطب الشمالي، أنت حرفيا يعني أنت حرفيا في القطب الشمالي كابتن. يا أنت سيريسلي في القطب الشمالي، أنا ما أدري شلون، بس بصراحة المكان حلو. مكان نايس يعني، أنه سيريسلي أنه الطريقة أو يعني سبحان الله أنه شوف أنه بحيرة، إن جزيرة داخل بحيرة داخل جزيرة داخل بحيرة. يعتبر مرة حلو المكان، وأتوقع بأن الشخص اللي دورها يعني عافس الدنيا حاول يدور في مكان كثير غير هذا، ولكن ما لقى إلا هذا المكان المميز بأنه يعطي اسم جزيرة داخل بحيرة داخل جزيرة داخل بحيرة. خلينا نروح المركز السادس. في المركز السادس مكان وقوع النيزك في ولاية أريزونا. لما تحط الإحداثيات هذه راح أوريك مكان وقع فيه نيزك، شكل حفرة ضخمة جدا تبان من الفضاء، فخلونا نشوفها. and اسحبنا شمال وطلع جنوب 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 and boom. واو حرفيا هذا المكان، طيب انت تشوفه من هنا يبين. واو والمكان طبعا انت ممكن تشوفه تقول اوكي ممكن يكون مثلا صغير او شيء، لا ابدا يعني. خلونا نوريكم شيء. طيب دائما لما يكون في مكان بهذه الطريقة، لما يكون في حفرة وقع فيها نيزك، يكون في مركز بحث علمي، يكون في مثلا اللي هو ناتشنال لاندمارك، يكون في مثلا ناشنال بارك، فيكون في أشياء مرة حلوة. فتخيلوا بأن هذا حجم السيارات اللي موجودة، طيب هذا حجم السيارة وهذا حجم النيزك أو حجم حفرة النيزك. او ماي جاد المكان مره حلو مره رايق، واحس اني احتاج اني اروحه. واضح ان في طريق يوصل له، فان شاء الله في رحلتي الجايه للولايات المتحده الامريكيه راح يكون هذا واحد من الاماكن اللي ازورها واصور فيها. واتمنى ان يكون في طريق او طريقه نقدر ننزل الى هنا، لان حرفيا في مراكز بحث علمي موجوده هنا في منتصف البقعة. مره نايس المكان ياب صراحة، يستحق المركز. طبعا بحكم انه في امريكا فتمت معالجة المكان بشكل كويس، انه هذا وانت داخل، طيب يا وانت داخل هذا الشيء اللي راح تشوفه. واو بيوتيفول نايس، مرة متحمس اني اروحها. فيا تتفق ان هذا يكون المركز السادس، خلينا نروح المركز الخامس. في المركز الخامس مكان ذكرى او ذكرى مكان وقوع طائرة 772. لما تحط الكوردينتس او الاحداثيات هذه في جوجل ايرث راح يوديك الى مكان وقعت فيه طائره، ما عندي اي معلومات عنها، ولكن مكان وقوع الطائره بالضبط حبوا ان يخلدوا فيه
ذكرى الطائرة أو يخلدوا فيه ذكرى الضحايا ممكن اللي كانوا موجودين في هذه الطائرة وهذا المكان في النيجر. فلما تجي للمكان راح تلاحظ بأنه بهذه الطريقة مكان اللي وقعت الطائرة هنا. المكان طبعا مفروض أن أجمل من هذه الطريقة، مفروض أن أجمل من هذا المنظر بشكل عام، ولكن للأسف بأنه موجود في منتصف الصحراء فصعب جدا أنك تحافظ على هذا المكان لأنه راح يكلف أموال، راح يكلف. في نفس الوقت أنت قاعد تتعامل مع الصحراء، يعني حرفيا في منتصف القارة السوداء، في منتصف قارة أفريقيا، منتصف القارة الأم، فصعب جدا أو شبه مستحيل لأنك تمنع الرمال من أنها تجي إلى هذا المكان. ولكن أيضا يظل لما تشوفه شيء جميل ويخلي الذكرى ناس ممكن وقعوا ضحايا هذه الطائرة. أنا ما عندي أي معلومات، اللي عنده معلومات عن هذا المكان أو معلومات عن هذه الرحلة أو هذه الطائرة يكتبها في التعليقات. خلينا نروح المركز الرابع. في المركز الرابع عين على شكل قلب أو مستنقع على شكل قلب. المكان هذا احنا سوينا من قبل لما جينا جوجل ايرث ورحنا الى مكان، رحنا الى قصر لملياردير حب اني اسوي بحيرة في وجه هذا القصر على شكل قلب. ولكن هنا هذا الشيء مو من صنع انسان، هذا الشيء طبيعي 100% من صنع الخالق سبحانه وتعالى. فخلونا نحط الاحداثيات ونشوف وين يودينا بالضبط. اوكي، طلعنا من افريقيا تماما، نزل فينا الى او ماي جاد. قبل لا نروح ونشوف الدوله، او ماي جاد المكان مره حلو، مره نايس. وحرفيا يعني شوف لما تجي تشوف الاشياء اللي حوله راح تعرف بان مو انه صنع انسان شيء، يعني هذا مثلا قلب ثاني، راح تعرف بانه شيء طبيعي 100%. ولكن سيريسلي كميه أو خلينا نقول الشكل جدا تحسه واقع، يعني ما في مثلا تقول هذا مثلا ممكن إنه يعني أوكي يشبه القلب، بس هذا لا، تحس كأنك يعني أنت طابعة بنفس المكان. مرة نايس مرة حلو، ولكن واضح بأن المنطقة هذه مستنقعات أو غابات. أي دولة هذه؟ نيوزيلندا ممكن؟ نيو كاليدونيا. أوكي، أول مرة في حياتي أسمع بدولة نيو كاليدونيا، ولكن أتوقع بأنها واحدة من الدول التابعة لقارة، ممكن ما أتوقع أستراليا، ولكن ممكن تكون تابعة لقارة آسيا. فيا نرجع للمكان ناخذ عليه طلة بسيطة مرة ثانية، لأنه بصراحة المكان مرة رايق ومرة حلو ويستحق لأنك تشوفه تنبسط وانت شايفه. يستحق المركز الرابع؟ إذا نعم حط لايك. خروح المركز الثالث. المركز الثالث بعنوان مسبح فرس النهر. لما تحط الإحداثيات هذه في موقع جوجل ايرث أو تطبيق جوجل ايرث راح يوديك إلى مسبح، ولكن ما هو للبشر بل هو لحيوانات فرس النهر. ولكن المفروض بأن هذا الشيء واضح جدا، ما هو شيء عادي. فخلونا نروح إلى دولة تنزانيا ونشوف هذا المكان. and okay oh my god yeah. ومن فوق ما راح تشوفهم كويس لين تقرب. and oh my god they're cute, they are so cute. ودك تسوي له كذا، بس ما ودك تسوي له كذا، انه حرفيا حيوان فرس النهر على وزنه وعلى حجمه وعلى شكله، الا انه هو اسرع منك انت يا الانسان في الماء وعلى الارض. بس بيوتيفول، واو، اوكي نايس. واضح بانها حديقه او خلينا نقول محميه ممكن، بس شوف كميتهم وهم منسدحين رايقين كذا ومروقين. ذاتس بيوتيفول، ذاتس نايس. حرفيا حيوان فرس النهر على انه حيوان ياكل الفواكه او حيوان نباتي، الا انه حيوان جدا اجرسيف وجدا اندفاعي، جدا دفاعي. فانتبه منه لما تشوفه، حاول انك تهرب ولا ما بيمزح معك. هنشوف هذا جاي صوره بطياره وبيمشي. فيا مستحق المركز الثالث اذا يا ايضا عطنا لايك. خلينا نروح المركز الثاني. المركز الثاني عين على شكل شمس. هذه المره الاحداثيات هذه في جوجل ايرث راح يوديك الى الولايات المتحده الامريكيه والى ولايه وايومينغ، وهناك راح تشوف عين طبيعيه او سبرينغ واتر او عين مياه جوفيه اتوقع، ولكنها الاغرب في العالم، شكلها جدا غريب. فلذلك خلونا نحط الاحداثيات الان، خلونا ننطلق الى هناك.
أني مرة متحمس أشوف هذا المكان، وأبغى أعرف كيف إن شكلها يكون مرة غريب. And oh my god، واو سبحان الله، واو شوف جمال المكان. إنه سيريسلي ودي أروحها، بس ما أدري هل أقدر أسبح فيها، هل أقدر أقرب لها، هل المياه الموجودة كبريتية، هل هي مياه حمضية، هل هي مياه تغلي درجة غليان، ما تدري. ولكن يعني حرفياً لما تشوف المكان من هنا، إنه سيريسلي في هذه الصورة، شوف كمية الألوان عندك، الأصفر، الأزرق، الأخضر، البرتقالي، البني، الأبيض، كمية ألوان ما هي طبيعية، كمية ألوان تفسر جزء بسيط جدا من جمال خلق الله. مكان خرافي، مكان جميل، مكان أحس إنه ودي أروح. سيريسلي it looks absolutely beautiful, absolutely magnificent. إنه واو، إنه هذا المكان مرة حلو. إنه سيريسلي يعني إنه سبحان الله، شوف وجوده يعني حرفيا بين هذا المكان كله. طبعا ممكن يكون فوهة بركان، ما عندي اي خلفية عن المكان، ما قريت فيه زيادة. ولكن ايضا هنا في طبعا فيه مسبح التركوازي، هنا في مسابح، ولكن هذا المكان يفوز بصراحة، يستاهل انه يكون المركز الثاني. تحس يستاهل المركز الثاني؟ خل نروح المركز الاول. المركز الاول بعنوان ضوء لمع وسط المدينة، رسم نداء لينادينا. تحط الأحداثيات هذه في جوجل إيرث وتضغط إنتر وتروح إلى اليابان، حين يبدو ويختفي حين، تلك إشارة باتمان. باتمان، أوه ماي جاد، يعني هذه مدرسة أتوقع المكان أو شيء، أتوقع أنها مدرسة. دقيقة بس، إنه سيريز إتس بيوتيفول. أوكي مطار، واو أوكي، يعني حرفيا وأنت جاي منطقة هذه راح تشوف علامة باتمان. لكل الناس اللي كانوا يشكوا أن باتمان شخصية خيالية، هذا دليل بأن باتمان شخصية حقيقية، وبأنه عايش في مدينة أوكيناوا اليابانية، وهذه علامته. في ناس كثير راح تقول هذا ما يستحق المركز الأول، ولكن عارفنا حسيته كشيء غريب، يا مرة حلو كذا، يعني شيء كول. أوكي بس تمنيت لو حطوه يعني كان أكبر، ودني يعني مثلا يعني كذا عرفت نحاول نجمع فلوس كذا من نص الصحراء كذا الربع الخالي كذا نحط علامة باتمان كذا بتصريح طبعا. فهذه لستة اليوم، أغرب 10 أماكن ممكن تشوفها جوجل مابس. إذا عجبتك السلسلة عطنا لايك ونشر الفيديو للناس، دعمكم يسوي تشجيع لنا إلى أن نعطيكم محتوى دائما، محتوى مثل هذا وأفضل منه إن شاء الله. والمحتوى هذا والقناة هذه ما راح تمشي وأكيد ما راح تكبر إلا بدعمكم. كان معاكم متين بن أبي نديم الصقلي الثمي، ونراكم بكرة. سلام. سبسكرايب يا نور العين، سبسكرايب ولك ريالين، سبسكرايب لعيون متيم، سبسكرايب ونبي المليونين.